انا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده بجد والله، سعيده جدا، سعيده بالجامع الجميل ده وبالاكتيفيتيز الجميله بتاعت الجديه دي. وطبعا بشكر مي على التجمع الجميل ده وعلى اليوم اللطيف ده، وارجو المحاضره ما تكونش تقيله وتكون جميله ان شاء الله. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن النيل ديس اوردرز از ان ديرماتولوجيكال تشالنج. اي كليم ان النيل ديس اوردرز از ان ديرماتولوجيكال تشالنج فور اول اوف اس، لان موست اوف اس يعني هو اولا طبعا النيل تشينجز فيها كونتروفيرسي كتير جدا، وفي حاجات كتير مشتركه ما بين امراض كتير. هي من الحاجات اللي ممكن تبقى انديكيتيف لانترنال ديزيزز او انترنال مالجنسيز او حاجات كتيره جدا احنا هنعرفها مع بعض في المحاضره. بس it is very important ان احنا to check the nails of the patient as a part of total examination for the pathological patient. زمان لما كنا بندرس جراحه كانوا يقولوا لنا ان انت you cannot accomplish يعني examination of a patient without PV and PR. تمام، لو في ميل لازم تعملها PV، لو ميل هتعمله PR. احنا برضو بنشوف الجلد ان احنا we cannot accomplish examination of a dermatological patient without examining the nail, the hair and the mucous membranes. لازم في اي ديزيز الحاجات دي تبقى في الفيلم. فالنيل ديس اوردرز واخده حاجات كتيره جدا في الجلد وفي الانترنال ميديسن، حاولنا نجمعها مع بعض في المحاضره النهارده. طبعا first of all we need to talk about the anatomy of the nail. مش عارفه الاغلاط هنا، احنا عندنا طبعا النيل بيتكون من نيل بليت ونيل ماتريكس اللي هي الاكستنشن بتاعته انسايد ذا سكن، وعندنا البارشال نيل البروكسيمال نيل فولد سوري اللي هي الاريا ذات كفرز ذا نيل بليت من الماتريكس يعني، وفي الديستال نيل فولد، وفي اللاترال او البيري البوم اريا اللي هي اراوند ذا نيل سراوندنج ذا نيل، وعندنا طبعا الفالنس اللي هي البون اللي تحت اوكي، والستريتم جيرمينيتيفم تحت، والبيد النيل بيد اللي هو تحت النيل بليت على طول اوكي، وده اللي تحت منه بقى هنا اللي في الاريا دي تحت النيل بليت اللي بيسميه الهايبونيكيوم. تمام، عشان بس نبقى متفقين على الكلام اللي احنا بنقوله، نبقى عارفين بنشاور على ايه او بنتكلم على ايه. في سام نومنكلتشرز كده احنا بنسمعها كتير واحنا بنتكلم، فلازم نبقى عارفينها هي ايه. البيتنج is a small depression in the nail plate that might be scattered or arranged in lines. بنشوفها في diseases كتيرة زي الالبيشيا الياتا، السورايسز، الاكزيما، and 20 nail syndrome. في ريجينج or اللي بنسميه اونيكوركسس. This is a visible horizontal or vertical lines due to disturbance in nail growth. في sometimes عندنا abnormalities في الكيرفتشر which might be coilonychia, clubbing, or onychogryphosis. طبعا كلنا من ايام البكالوريوس وقبل كده نعرف الكوينونيكيا اللي هي الكونكافيتي اوف ذا نيل بليت تو بيكام فلات اور ايفن سبوند، والكلابينج برضو اللي هو اللوس اوف نورمال انجيوليشن بين البوستيريور نيل فولد اللي احنا لسه شارحينها والنيل بليت. المفروض ان هي بتبقى شارب انجل، هتبقى اوبتيوز، ممكن تبقى 180 فما فوق، اللي هو لما نعمل الصبعين كده ما نشوفش الشباك ده، ما نشوفش من جوه. تمام، الكلام اللي كنا بناخده ايام الباطنة زمان. والاونيكوجرايفوزز اللي هو thickening and distortion of the nail plate. الثلاثة دول curvature changes. في عندنا طبعا splinter hemorrhage which are tiny subangular hemorrhages that occur particularly in the subacute bacterial endocarditis systemic LE but also common with trauma. يعني مش أي حد هيشوف splinter hemorrhage يا جماعة على طول يقضي بأن هي subacute bacterial endocarditis أو systemic LE. ممكن such trauma, mild trauma may cause splinter hemorrhages. في حاجة اسمها البيوز لاين which is a horizontal depression occurring across the nail plate due to interruption in the growth of the nail matrix. في حاجة اسمها onychoaxis ده apparent thickening مش true thickening في البليت due to secondary subangual hyperkeratosis. في onychia أو inflammation of the matrix. Onychoclasis breaking of the nail. Onychoschizia زي الاسكيزوفرينيا اللي احنا بنسمع عنها اللي هو تشقق أو انفصام أو يعني splitting of the nail plate. Onychocryptosis, ingrowing nail. Onychomalacia, separation of the proximal part of the nail palate, nail plate, sorry. Tracheonychia, nail roughness, تبقى عاملة زي sandpaper, زي ورق الصنفرة. Onychomalacia, nail softening, and onychotillomania, زي trichotillomania, ناس بتشد ضوافرها، ده حاجة يعني psychological trouble.
some changes in color. The white discoloration is called leukonychia. ومش مهم دلوقتي الاسباب بتاعته هنقولها قدام. اليلو زي اللي في السورايسس والتينيا والادرس او جرين ده سبيسيفيكلي مع سودومونس. البراون كانديدا لينير ميلانونيكيا دراج اندوست ريشال اكسترنال ستينينج اور ساين اوف سيندروم زي اديسون. وفي البلاك اللي هي بنسميها ميلانونيكيا يبقى في ليكونيكيا وفي ميلانونيكيا. ممكن تبقى مع مالجنت ميلانوما ممكن تبقى مع التينيا او تروما. وفي الريد براون اللي هو سبيسيفيك للتروما. حاولنا نحط كده ايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن للنيل ديس اوردرز فقسمناها انتو جينو درماتوزز اسوشيتنج نيل ديس اوردرز وانفلاماتوري ديس اوردر اسوشيتنج نيل ديس اوردرز وذوز اسوشيتنج اوتو اميون ديزيزز او سيستميك ديزيزز او ياتروجينيك سكندري تو دراج اندوس وتروماتيك اور هابيتوال واسوشيتنج فاسكولار اور ليمفاتيك ديس اوردرز وسام تيومرز اور سيسس اوف ذا نيل والانفكشنز. فخلينا نبتدي اول حاجه بالجينو درماتوزيز وذ نيل افكشن. الاشهر عندنا الباكي اونيكا كونجينيتا الديسكيلاتوزيس كونجينيتا الابيدرولايسيس بولوزا جانشنال اندستروفيك تايبس الهيريديتري هيمولوجيك تيلانجيكتازيا او ريندو اوسلر فيبر سيندروم كونجينيتا الابيدرمال ديفكتس تيبرس كليروزيس دارير نيل باتيلا سيندروم اند راكيت ثامب سيندروم. هنا شوية صور كده عشان تو ديفرنشيت الحاجات القريبة من بعضيها شوية. الباكي اونيكيا كونجينيتا والديسكيلاتوزيس كونجينيتا. الباكي اونيكيا كونجينيتا زي ما احنا كلنا عارفين هي عبارة عن اوتوزومال دومينانت انهيرتد جينيتيك ديس اوردر ذات از كاركترايزد باي سب انجولار هايبر كيلاتوزيس زي ما احنا شايفين في الصورة هنا لدرجة ان هو بيدينا ويدج شيب. النيلز ده يو كان نوت ديل ويز لا يعرف يقصه ولا يعرف يتعامل معاه ومعاه بيناين ليكوبليكيا مينز ان ليكوبليكيا بتبقى موجوده في الاورال سوري في الاورال ميكوزا وبتبقى موجوده ايضا في الفاجينا والاذر ميوكوس ميمبرنز بس اتز ا بيناين فورم اوف ليكوبليكيا مينز ذات ات دازنت تيرن تو سكويموس سيل كارسينوما. بينما في الديسكيراتوزيس كونجينيتا ده اكس لينك دوميننت ديزيز بيبقى كاركترايزد باي البريزنس اوف بويكيلوديرما ويتش مينلي افكتس ذا هيد اند نيك اند ذا ابر ترانك with thinning of the nails instead of thickening of the nails ومعاه برضه ليكوبليكيا بس this is a pre-malignant form of ليكوبليكيا. It turns to squamous cell carcinoma. Also this syndrome is associated with other manifestations زي الفانكوني انيميا و other manifestations بس يعني ده الحاجات المقارنة ما بين الاثنين. طبعا الاكتودرمال ديسبليزياس اللي هي الاكتودرمال ديسبليزيا اللي بيبقى فيه مشكله في الاكتودرمال لاير ديورينج امبريو لايف ما بتتكونش بشكل صحيح فاي حاجه جايه منها يبقى فيها مشكله. السنان الشعر الضوافر السبيشس جلانس بلس ماينس لان فيها نوعين في الهيدروتيك وفي الانهيدروتيك. الانهيدروتيك بتبقى السويت جلانس افكتد بينما الهيدروتيك بتبقى نون افكتد ايفن السبيشس جلانس مي بي لوست. فهو بيبقى فيه كاركترستيك فيشز في الاكتودرمال ديسبلازيا اللي هو بنسميه الباجيتويد فيشز اللي هو لوكينج مور اور ليس زي الكونجنتال سيفلس والسادل نوز وبوزنج في الفرونتال بوم بينما التشين بيبقى فين يعني في العظم التشيك بيبقى عريض والتشين اريا بتبقى تابرنج. طبعا في لوس هنا او تتيت زي ما احنا شايفين والهير سبارس او ميبي سم بيشنس يبقوا بولد والنيلز زي ما احنا شايفين ايه affected very thin and may be absent. الابيدرمولايسيس باللوزا هي ما فيش affection للنيل specifically بس لما بيحصل فيه recurrent bully بالذات في الجانشنال dystrophic forms it might be lost من recurrent bulla formation يحصل fibrosis ends by scarring والنيل يروح. ممكن even يحصل clubbing and matting of the fingers and toes زي ما احنا شايفين. طبعا الهيموراجيك هيريديتري هيموراجيك تيلانجكتازيا هنلاقي في بليدنج بوينتس كده على التيبس اوف ذا فينجرز اندر ذا نيل بس برضه هنلاقي في بليدنج تندنسي من الميوكوس ميمبرنز. العيان ممكن يجي له بليدنج من النوز من الاورال ميكوزا من الريكتم بالاضافه ان هيبقى في زي ما احنا شايفين كده بالبابل بيربيريك ليجنز على الميوكوس ميمبرن وعلى البريفري اوف ذا هاندز. النيل باتيلا سيندروم this is a syndrome that is characterized by rudimentary or absent patella زي ما احنا شايفين في الاكس راي والافكشن بيبقى mainly في
thumb finger بس other fingers may be affected. هنلاقي اللانيلا اللي هي احنا بنشوفها دايما سيمي لونر كده زي الهلال، هنلاقيها triangular زي ما احنا شايفينها في الصورة هنا، وفي absence of nail في الثمب، النيل مش موجود خالص. ايه أهمية النيل يعني كده theoretically؟ هل النيل ده بس منظر عشان نحط عليه مناكير مثلا، ولا له لازمة functional؟ احنا بيساعدنا في البيكينج اوف سمول ثينجز، يعني انت مثلا تقدر تمسك مثلا ورقه لو انت قاصص ضوافرك، او تفتح الكتاب بشكل صحيح، او تقدري مثلا تلضمي ابره لو انت قاصه ضوافرك خالص. في الفاين اوبجكتس دي كانوت بي هولد وذاوت نيل، مش معناه ان احنا نطوله بس وي نيد، تمام؟ يعني الكومبليت ابسنس اوف نيل دي حاجه ديسيبلنج، مش حاجه يعني بس مش مجرد منظر العين يبقى زعلان من المنظر ده. طيب في برضه عندنا التيوبر سكليروزس، اكيد احنا عارفينه، اوتوزومال دوميننت انهيرتد جينيتك ديس اوردر، كاركترايزد باي مالتيبل ثينجز اللي هم الترايد اللي احنا الاشهر اللي احنا عارفينه اللي هو ايبيليبسي مع الانجيوما انجيوفايبروماز اللي هي بنسميها الانوما سيباشيوم، وكمان معاهم ايه ال ال لو اي كيو الايبيليبسي والايبيلو اللو او ان العيان يبقى المنتاليتي بتاعته قليله. مش شرط ان احنا نلاقي كل الحاجات دي، بس الحاجه السبيسيفيك للنيل ان احنا بنلاقيها. طبعا في شجرين باتش بقى وفي حاجات ثانيه كتير، وهو يعني مالتيبل تيومر سيندروم، بس اللي يهمنا ان بيبقى في عندنا بيري انجوال تيومرز او بيري انجوال فايبرومز بنسميها الكوينين تيومرز زي اللي احنا شايفينها في الصور دي. الدارير another gene of dermatosis specifically affected في النيل افكشن هيبقى موجود في عندنا البي شيبت نوتش اللي موجوده في البريفرال ايدج اوف النيل، وماي بي ريد اند وايت لاينز موجوده ستريكس بتبقى موجوده في النيل. البراكي اونيكيا او بنسميها الراكي الثمب، ده يعني حاجه بس ما يبقاش فيها اي تشينج اذر ذان ان الثمب بيبقى فيه الابنورماليتي دي اللي هو بيبقى اللاترال فالنكس او الديستال فالنكس بتاعها قصير جدا، والنيل هيبقى عريض، الثمب نفسه هيبقى عريض والنيل هيبقى صغير والابسنت لانيولا زي ما احنا شايفين هنا، بيبقى شكله عامل زي مضرب الراكت فبيسموه الراكت ثمب سيندروم. خلصنا الجينو وهنتكلم عن الاوتو اميون ديزيزز اسوشيتد ويز نيل ديس اوردرز. طبعا احنا عندنا ثلاثه هم اللي بيبقى فيهم اكتر حاجه، الدرماتومايسايتس السيستميك ال اي والسيستميك سكليروزس. لو هنفرق الدرماتومايسايتس من السيستميك ال اي بالنسبه للنيل او الهام، احنا طبعا الدرماتومايسايتس ذيس از ا ديزيز اوف ماسلز اند سكين، اوكي؟ سام تايمز بيبقى بس السكين وذ نو ماسل افكشن، او العكس ماسلز وذ نو سكين افكشن. احنا هنتكلم على الحاجه السبيسيفيك لينا النهارده عشان ما نطولش، ان احنا عندنا حاجه اسمها الجوترونز بابيوز، which are papules الكالر بتاعها skin color 2 violaceous، موجوده على النكلز الديستال فالنجيز وبتبقى اسيمتوماتيك، اوكي؟ طبعا اسوشيتد مع الاذر مانيفستيشنز اللي احنا عارفينها للدرماتومايسايس الويك بروكسيمال ويكنس للمسلز والكلام التاني اللي احنا مش عايزين نطول فيه، بس هو ده المنظر بتاعها اراوند على النكلز وعلى النيلز، تمام؟ بالاضافه على فكره عندنا في كل الكونكتيف تيشو ديزيزز هيبقى في ابنورماليتي في البلاد الكابيلاري ديستريبيوشن اللي هو في النيل بيد. نيل بيد ديستريبيوشن هيبقى فيه ابنورماليتي. في السيستميك ال اي هيبقى فيه اكستنسيف ريفيما جاي على الدورس اوف ذا هاند اند ايفن ذا بامز اند سوز. اوكي طبعا وذ اذر مانيفستيشنز اللي احنا عارفينها مع السيستميك ال اي. لا في لا ده نيل بيد افكشن، نيل بيد كابيلاري دايلاتيشن، اوكي؟ لا غير الجوترونز بابيوز اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي برضه هتبقى على الديستال فالنكس وممكن تبقى اراوند ذا نيل. في كمان السيستميك ال اي بالمناسبه بقى بيبقى في ريد الاريا بتاعت البيري انجوال اريا كده هتلاقيها مقطعه متمزقه كانها حاجه قديمه ومقطعه. بالنسبه للسيستميك سكليروزس، السيستميك سكليروزس بيبتدي دايما برينوز في الاول، العيان ممكن يقعد سنين عنده رينوز بيفور هي ديفلوب سيستميك سكليروزس او كريست سيندروم اكوردنجلي. رينوز فينومين عشان نشخصها لازم نلاقي الثلاثه كالرز دول، البلو ديسكالريشن الريد ديسكالريشن اند ذا وايت ديسكالريشن اللي احنا شايفينهم الثلاثه دول.
طيب البلو ديسكالوريشن ده هيبقى نتيجه ان البريفرال سيركيليشن ضعيفه، فبالتالي وي اكسبكت ان احنا هنشوف الالسريشن. اوكي، ممكن يحصل ويكنينج للنيل لان النيل اصلا بس اللايت بتاعه قليله، ممكن يحصل فيه اتروفي بس ما بيبقاش فيه شادنج، يعني النيل هيبقى فيه اتروفي وفينج في النيل بلينت. الحاجه المميزه بقى للنيل طبعا هيبقى فيه تاتنج للفينجرز وسيستميك سكليروزس، دي حاجه مميزه، ولوس اوف بامب اوف ذا فينجر وفينج للنيل. طبعا بالاضافه للسكليروديرما اللي هي اصلا بتبقى موجوده يعني في السكان. نيجي بقى سيستميك ديزيزز اسوشيتد وذ نيل تشينجز. عندنا الكاردياك ديس اوردرز زي الكونجنتال هارت ديزيز والانفكتيف اندوكارديتس، البالمونري ديس اوردرز زي البرونكايتسس الساركيدوزز التي بي اند برونكيال كارسينوما، رينال ديزيزز ليفر سيروزز بلاد ديزيزز، ثايرويد ديس اوردرز زي الثايروتوكسيكوزس والجي اي تي مال ابسوربشن والكرونز والالسراتيف كولايتس. كل الحاجات دي ممكن تبقى مانيفستد وذ نيل تشينجز. في حاجه بنسميها البينز نيل، هي عباره عن برود وايت لاينز ابييرنج هوريزونتالي اكروس ذا نيل سكندري تو هايبو البومينيا. وات ايفر ذا كوز اوف هايبو البومينيا، لو احنا لقينا في برود وايت لاينز غالبا بيبقى سببها اللي بنسميها البينز لاين زي الفاصوليا، مش بتبقى الفاصوليا كده لونها بني بعدين في الاخر في خط ابيض، فهم بيقولوا الحاجه اللي هي الهايبو البومينيا تعمل المنظر ده اللي هو يبقى فيه خط هوريزونتال لاين كده اوف وايتنينج ان ذا نيل بلينت. سواء بقى سببه ان البرودكشن بتاع الالبومين في الليفر قليل عشان سيروزز او اي ليفر ديزيز او الرينال ديزيزز، هي حاجتين دول هم اللي بيعملوهم البينز نيلز. في بقى كومبليت وايتنينج اوف ذا نيل بليت اكسبت اتس ديستال ايدج اند از نون از تيريز نيل. It associates cirrhosis, congestive heart failure, adult onset diabetes, malabsorption, and thyrotoxicosis. Dark bands running along the longitudinal axis of the nail plate are very common in blacks. لما نشوفها في واحد dark شوية وهي regular in shape ما نقلقش، خاصة لو كان في family history يعني عنده كذا حد في المنظر ده، اللي ممكن تكون زي الميلانوسيت احنيه بس عندنا في على السكين يعني. But in Caucasians it might be a sign of Addison's disease. Drugs may also cause longitudinal pigmentation، منهم أشهرهم المينوسايكلين والزودوفودين والأنتي مالارياز، والمالينت ميلانوما مايت كوز برضو اللينير بيجمنتيشن، بس ده هيتميز بأنه هيبقى irregular وأنه البيجمنت بتاعته ممكن تطلع على السكين أراوند نيل اللي هي الحاجة اللي بنسميها ليتشنج ومعروفة باسم الهاتشنسونز ساين. هل الاميلودوزيس بيعمل تشينجز في النيل؟ السيستميك اميلودوزيس از ان انكومن ديس اوردر، طبعا زي ما احنا عارفين البروتين ميتابوليزم ده نتيجه ديبوزيشن اوف ابنورمال بروتين بيبقى موجود، فهي ممكن يبقى ديبوزيتد برده في النيل ماتريكس وبالتالي هيعمل لنا بريدنج للنيل وكرامبلنج اند ذا نيل مي بي شادن. اتس امبورتنت تو بايوسي ذا افكتد نيل اف دايجنوزيس نوت اوبفيوس، وطبعا لازم نصبغها بحاجه تبين الاميلويد تيشو اللي هي الكونجورين. الكلابينج اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو لوس اوف نورمال انجيليشن بيبقى موجود مع البالمونري كوزز، كارديو باسكولار كوزز، جي اي تي كوزز، اند اندوكراين زي الثايروتوكسيكوزز. الكوينونيكيا اللي هو الكونكافيتي او ايفن ستريتنج اوف ذا نيل، هي المفروض بيبقى فيها شويه كونفكسيتي كوز باي ثينينج اند سوفتنج اوف ذا ديجري تو ذا ديجري ذات ميكس ات لوزز اتس كونتور اتس ايذر فلات اور سبون، وده بيبقى غالبا سكندري الايرون ديفيشنسي انيميا، بس ممكن يبقى كونجنتال يبقى طبيعه خلقته كده اور اسوشيتنج رينوس فينومينا زي ما قلنا لان السيركيليشن ضعيفه فالنيل هيحصل فيه اتروفي. وده منظر الايه تيريز نيل والكوينونيكيا والكلابينج. البيوز لاين قلنا قبل كده ان هو هوريزونتال ديبريشنز اوكيرنج اكروس ذا نيل بليت اوف اول نيلز. ايه السبب بتاعه؟ غالبا بيبقى فيه انترابشن ان ذا جروث اوف ذا نيل ماتريكس ديورنج ا ميجور ايلنس. العيان ده جاله مثلا هاي فيفر، دخلت في ليبر وكان الليبر ده بينفول، اي اوبريشن، اي حاجه ستريسفول كونديشن اللي هي تسببت اللي يحصل انترابشن في الجروث اوف نيل ماتريكس، خد كيموثيرابي فور اوايل وبعدين وقفه، ابتدى بعد كده النيل ماتريكس يشتغل تاني، هيبقى فيه لاين كده هوريزونتال لاين ماشي في كل النيلز بنفس الليفل. اوكي، فساعتها انت تبص في ايد العيان كده تقول له اه ده انت بقالك ثلاث شهور كان عندك كذا، يقول لك بقى بيقرا الكف بقى وحاجات كده ماشي، بس هي ذيس از ا جود ساين ان حصل يعني ايه ميجور ايلنس في الفتره دي. وان اتس نوتس هاف واي
up the nail it indicates 2 to 3 months of nail growth. يعني في الليفل اللي احنا شايفينه ده في النص كده الايفنت بقالها من شهرين لثلاث شهور. Degree of change depends on the severity of condition. والديفورميتي على فكره بس مش doesn't need anything, بس assurance قول للعيان ما تقلقش هو هيطلع وبعد كده النيل الجديد هيطلع سليم مفيش مشكله. ايه الحاجات الدراجز او الايثروجينيك كوزز اوف نيل ديسوردرز؟ احنا كدرماتولوجيست بندي تو ماتش دراجز اللي هي ممكن بتعمل changes او abnormalities في النيل. منها الاشهر طبعا الميتريكسيت اللي احنا بنستخدمه ممكن الماء مع السورايسس تمام. ده بيعمل بلوش او براونش ديسكالريشن سوري براونش ديسكالريشن مع النيل. الانتي مالاريز هي اللي بتعمل بلوش تو جريش ديسكالريشن. الزيتوفود اللي بيستخدم في الاتش اي في تريتمنت. المينوسايكلين دلوقتي اصلا يعني مفيش حد بيكتبه هو يعني كوندم من السوق. البليومايسين واحد من الكيموثيرابيز. طبعا السورالينز ده احنا بقى زمان كنا السورالين بقى مع حالات الفيتيلايجو واحيانا كمان مع السورايسز والفوتو اكسبوجر ده كان بيعمل يعني فوتو توكسيسيتي للنيلز. يبقى في ممكن ايفن توصل للشيرنج للنيل. واكيد الفايف اف يو بس الفايف اف يو احنا ما بنستخدموش في اراوند نيلز الا في حاله واحده فقط بيري اندوال وورز ريزيستنت. هي ريزيستنت جدا لاي تريتمنت ديستركتيف تريتمنت فبنحتاج ان احنا احيانا ندي الفايف اف يو وان كان دلوقتي الفاكسينز اشتغلت بجداره في الحاجات دي. ايه تيومرز اند سيس ذات كان افكت ذا نيل؟ عندنا سكويمس سيل كارسينوما الباونز المالجنت ميلانوما الجلوماس بايجينيك جرانيلوما الميكسويد سيس السب انجوال اكسوستوزس. الحاجات اللي قريبه من بعضيها حطيتهم مع جنب بعضيهم. الجلوماس تيومر طبعا احنا كلنا عارفين ان ده جاي من الجلوماس بادي which is a neural او vascular neurovascular tissue موجود دايما عند الارتيريو فينس شنط. فالكومن سايت من كومن سايت بتاعته او ذا نمبر 1 سايت ممكن نلاقيه فيه اندر ذا نيل سب انجوال اريا. هو از ا بينفول تيومر وان اوف ذا بينفول تيومرز اللي احنا حافظينهم كلنا البلاند نيك. فده بيتميز طبعا منظره اللي هو لونه بلوش شويه الكالوريشن ده وبعدين البين اللي بيبقى موجود. بينما البايجيني جرانيلوما ذيس از ا كونديشن ذات ابييرز موستلي ان فيميلز اكتر مع البريجنسي على مع الاورال كونتراسبتيفز بتبقى bleeding on touch. يعني دايما احنا العيان يقول لك انا بينزف مني مجرد ما المس اي حاجه او تخبط في اي حاجه. فدي كاركترستيك فيتشر للبايجينيك جرانيوم. الاثنين هنشيلهم ديستركتيف على طول ديستركشن يا اما سيرجري يا اما ليزر يا اما الكترو وات ايفر. الاكزوستوزس ده بون ديبوزيشن هي يعني اكسسيف بون ديبوزيشن ممكن بيطلع من تحت النيل بيبقى فيري بينفل كونديشن. وطبعا اللي هيميزه ان انت لما تيجي تعمل اكس راي هيبان زي اي بون ما بيبان بالاكس راي. بينما الميكسويد سيست ده سيستيك يعني ده بوني هارت الكونسستنسي بتاعته. الميكسويد سيست ده سيستيك كونديشن مي ابير على البيري انجوال اريا بس لو جت على الاوفر ذا ماتريكس ممكن تعمل دنتيشن زي ما احنا شايفين في النيل ده. النيل بليت ده حصل فيه دنتيشن من البريشر بتاع الميكسويد سيست. طبعا باونز والسكويمس سيل كارسينوما وجهين العمله واحده. الباونز هو برايمر يعني السكويمس سيل كارسينوما ان سايتو حصل له انفيجن بقى سكويمس سيل كارسينوما. هي مشكله الباونز ديزيز ان احنا ممكن نقعد فتره طويله عمالين نعالج في العيان على انه عنده اكزيما او سورايسس and we didn't recognize or we don't recognize ان ده باونز. اي حاجه يا جماعه سورايسي فورم او اكزيماتوس باتش ذات از بريزنت اند از ريزيستنت تو يعني التريتمنت العادي اللي احنا بنديه في الحالات زي كده خدها بايبسي مش هيخسرك حاجه او ابعتها فور درماستوبي. طيب هو شكله طبعا زي ما احنا شايفين كده عامل زي اكزيما يعني باتش كده او اطلاق ريفيميتوس شويه وعلى فكره بتبقى سكيلي كمان اوكي. بس سينس ات از نوت انديوريتد اول طول ما هي نون انديوريتد ده باونز ديزيز. حصل انديوريشن يبقى احنا كده دخلنا على سكويمس سيل كارسينوما عدى الابيدرمس ودخل على الدرمس. طبعا هو هنا عامل ديستركشن للنيل خالص زي ما احنا شايفين. طيب الحاجه اللي برضو لطيفه ان احنا نعرفها الفرق ما بين النيل تروما والميلانوسيتيك نيفس اوف ذا نيل بليت والمالجنت ميلانوما. هاو تو ديفرنشيت الحاجات دي كلها بتعمل براونش بيجمنتيشن. في النيل تروما طبعا الهيستوري مهم جدا ان احنا نهتم بالهيستوري يا جماعه في مع العيان. العيان هيقول لك اي هاد تروما ممكن يفتكرها ممكن لا تمام.
بس عاده حاجه زي كده هتبقى بينفل تروما هيتكرر. انت برضو لو جبت سكالبل وحاولت تشيل البرامش بيجمنتيشن ده او اللون ده من النيم بليت هتطلع، يعني تقص حته كده وتحاول بسكالبل تشيلها هتلاقيها تطلع معاك. الحاجه الثانيه اللي هي جروز وير ذا نيل، النيل هنا هي كانت هنا عند مثلا البروكسيمال اند، طلعت لغايه ما بقت عند الديستال ايدج، تمام. انما المالجنت ميلانوما ده مش هيحصل، اولا مش هيبقى فيه هيستوري اوف تروما، ده نمبر 1. قلنا العيان نيجليجنت ومش واخد باله، انت هتيجي تعمل لها سكريبنج مش هتطلع. اوكي، الليجن ما بتتغيرش بالنمو بتاع الضفر، بالاضافه للي احنا قلناه اللي هو الهاتشنسون ساين، اللي هو ان سام اوف ذا بيجمنت جيتس تو ذا سكان اراوند زي ما احنا شايفين كده، وانها بتبقى ريجولر. هي برده في التروما هتبقى ريجولر، لان اكيد الواحد مش هيرسم التروما وهو بيعملها يعني، بس هيبقى ما فيش الليتشنج ده او الهاتشنسون ساين ده نيجاتيف. بينما مثلا لو هو اديسونز ديزيز او وات ايفر يعني ميلانوسايتيك نيفوس هيبقى ريجولر ميلانوميك. السورايسز اوف ذا نيلز، هل في حاجه سبيسيفيك للسورايسز في النيلز؟ البادنج مش سبيسيفيك بس موجود. ذا كومنست فورم او يعني اكتر حاجه النيل تشينجز ايه مع السورايسز هي البادنج، وبيبقى سببه ال هتعرف ايه سبب البادنج مع الباراكيراتوزز، يعني اي حاجه فيها باراكيراتوزز هتعمل لها في السكان او في الديزيزز اللي احنا عارفينها في الدرماتولوجي ممكن تعمل بادنج. ميننج الاكزيما، الاكيوت اكزيما ممكن تعمل، اوكي؟ طيب يبقى مش حاجه سبيسيفيك قوي، ممكن نلاقيها في اللايكن ولا لا؟ لكن لا اوكي صحيح. طيب يبقى هو البادنج ده كومن يعني نورمالتي اللي بتلاقيها في السورايسز بس مش سبيسيفيك. الاوريكولايسس يوجوالي انفولز ذا فري ايدج اوف ذا نيل، ده بقى سبيسيفيك لو عمل الاويل دروب ساين. ايه الاويل دروب ساين دي؟ بارت من السكن لما بيحصل فيه اوريكولايسس الاريا بتاع السيبريشن ما بين النيل اللي هو اتخلع والنيل اللي لسه موجود على النيل بيت السليم هيبقى فيها يلوش براون دروب كده عامله زي الزيت، لون الزيت اليلوش كلر ده، فبنسميها الاويل دروب ساين. فدي لو لقيناها دي مع دي سبيسيفيك للسورايس. بس الاوريكولايسس في حد ذاته مش سبيسيفيك للسورايس، بيحصل في حاجات ثانيه كتير. السب انجل هايبر كيراتوزس، هل هو سبيسيفيك للسورايس؟ دكتور مصطفى قال لنا بيجي اكتر كمان بيل مع الفنجل او الدرماتوفايتس. هو الفرق بين الاثنين زي ما حضرتك بتقولي كده، ان في النيل في السورايس بيبقى فيري هارد، في الفنجل بيبقى سوفت شويه، يو كان بيبقى سكرابنج بتاعه سهل بتاعه. بالظبط. وبعدين كمان الحاجه المهمه اللي هتخلينا نفرق بالاضافه للكلام اللي قاله الدكتور مصطفى، البايلاتراليتي والمالتيبلسيتي. عاده الفانجس هيبقى واحد، لما على ما يطول بقى يقعد سنين، على ما يتنقل من رجل لرجل هياخد سنين. انما في السورايسس ده ذيس از سيستميك ديزيز، كل حاجه فيه بايلاترال وسيماتيك، بايلاترال وسيماتيك. طبعا جروس سوريتيك نيل ديستروفي ده برضه كاركتر، يعني مش كاركترستيك بس وان اوف ذا تشينجز ذات هابنز في السورايسس، هيبقى فيه سيمتريتي ديستنجوشنج ات فروم فانجل ديس اوردر. ايه المانجمنت يا جماعه للسورايسز اوف ذا نيل؟ اولا طبعا لازم ناخد كلابنج ولازم نعمل لها كي او اتش، لان ما يمنعش ان عيان الصدفيه يبقى عنده فانجل انفكشن، اوكي؟ ما مش عيب، ممكن يبقى عنده فانجل انفكشن ونعالجه من الفانجس، اوكي؟ الفانجس كان بيجي في النيل بتاع السورايسز لكن ما يجيش في الجسم، مش ما يجيش في الجسم؟ فانجس طبعا الاميونيتي بتاعته بتبقى اعلى شويه من الجسم. في نسبه دكتوره دلوقتي بتيجي، احنا كنا زمان بيقولوا لنا الرابيد تيرن اوفر هو اللي بيخلي الفانجل انفكشن ما تبقاش موجود، لا دلوقتي ممكن يبقى عنده سورايسز وعنده تينيا بيتس وعنده ليجن تيبيكال سورايتك وهو تينيا بيتس في الفوت، يعني الاكستنشن من التينيا بيتس من تحت من الانتر فينجر تطلع للفوت من قدام او للهاند او اي انفكشن ممكن تبقى موجوده بعيدا عن التيبيكال سورايسز اللي موجوده في الني او موجوده في البادي او موجوده. تمام، يبقى احنا كده هنعمل له كلابينج وهنشوف اذا كان عنده فانجل ولا لا. بس عاده الماتريكس ده ماتريكس ديسوردر، الماتريكس ديسوردرز كان نوت بي تريتد وذ توبيكال تريتمنت خالص، يعني عايزين نعالجه لازم نديه سيستميك من الاخر كده بيفتريكسيت اور اتريتينيت. بس اتورد ان احنا نسال نفسنا هل اتز ان انديكيشن أو is it an indication to give a systemic treatment with all the hazards that we know for a patient with nail psoriasis only؟ لو هو بس nail psoriasis
احنا مشخصين ان هو نيل سورايسيس وما عندوش مشكله ثانيه في البادي، هل داز ات وورز ان احنا ندخله في ليفر بروبلمز او ندخله في الليبيد بروفايل والدنيا تايل عنده الدنيا تتلخبط عشان اونلي ذا نيلز ار افكتد؟ ما هو ده تريتمنت بس اف ات از يعني حاجه يعني خلاص البيشنت كان نوت توليريت. اوكي فور مي يعني ات ليست يعني فور مي انا فور نيل سورايسيس بس ما بديش تريتمنت، بقول له خلاص انسان لو ظهرت في حته تانية ماشي يبقى ده مع ده. الانتراليجنال ستيرويد انجكشن والله مش عارفه بس انا ما جربت لما جربتها ما جابتش معايا نتيجه. بينفول جدا كمان والمريض مره وبعد كده بيكرهه تماما لان المفروض ان لما بنديه المفروض ان هي بتتاخد على اللانيولا نفسها اللانيولا ليه لانيولا كده على طول فبيبقى كنا بنديه الدرموجيت وكان صوب انفول وبعدين يرجع تاني وانت مش هتديله طول عمره يعني ميتريكسيد انجكشن كده يبقى جميل. انتراليجنال في الماتريكس برضه احنا بنتبادل خبرات برضه. طيب دي صور طبعا للنيل سورايسيس هنا حصل اونيكولايسيس زي ما احنا شايفين وطبعا في باتنج هنا وسترايشن وهنا بقى الحاجه اللي احنا قلنا عليها الاويل دروب ساينز اللي هي اللي احنا شايفين الكالوريشن اللي هو اليلو شويه ده اللي تحت عند الميدل اوف ذا نيل بريك ده عند الاريا اوف سيبريشن ما بين الاريا اللي فيها اونيكولايسيس والنورمال اهي شايفين ده؟ وهنا اوكي ده الاويل دروب ساينز. طبعا الاكرودرماتيس كونتينيوا از ا تايب اوف باسيلر سورايسيس ذات افكتس مينلي ذا فينجرز اند نيلز بتعمل كومبليت ديستركشن للنيلز وممكن يبقى معاها السكروتال تانك. Like in planus of the nails, lesions in the nails are common, are uncommon, sorry, sometimes without cutaneous involvement. ممكن بس يبقى nail affection without cutaneous affection. Particularly in middle age. It leads to permanent damage of nails. ده من الديزيزز اللي بتضيع النيلز خالص. Mostly increase in longitudinal ridging, nail plate becomes thin, leading to grind of cuticle forward onto the nail plate, اللي هي بنسميها تريشن ودي سبيسيفيك لللايكن لو حصلت او لقيتها زي ما احنا شايفينها هنا في الصوره. اوكي شايفين احنا طبعا الكيوتيكل زحفه لغايه النيل بليت. التريتمنت بتاعها ان احنا نبتدي نديها سيستميك ستيرويد in a dose of half milligram per kg per day for 3 weeks early. عشان نلحق الضافر ده ما يحصلوش ايه؟ سكارنج. الانفيشيا ارياتا برضه هتعمل فاتنج occurs often in a regular manner along either longitudinal or horizontal line. وهتعمل اونيكوسكيزيا وجراس تشينجز may occur particularly in association with alopecia universalis. No treatments available but fatting usually disappears لما المشكله تقوم. يمكن البيتنج بتاع مش هيحتاج ان هو يبقى بشعريته ولا لازم يبقى بشعريته؟ لا هي دي سببها الانفيشيا ارياتا دي يعني ده اسوشيتنج ليها انما ممكن يجي البيتنج مع حاجات ثانيه مع الاكزيما مثلا. الاكزيما هيبقى فيها ريجنج اوف ذا نيل سكندري برضه للنيل ماتريكس افكشن اكزيما اوف بوستيريور نيل فول ديستربز ذا جراس طبعا اند ديفلوبمنت اوف اوفرلاين نيل ماتريكس اذا الاكزيما دي جايه على الديستال فالنكس. ممكن يحصل شد للنيل لو هي حاجه سيفير قوي مثلا عندنا في الاريفروديرميك فورمز اوف اكزيما اي فورم اوف اكزيما السيبوريك او الاكيوت اكزيما او الاتوبيك درماتايس في الاريفروديرما هيبقى كلها معاها شد للنيل. وان اور مور نيلز كان بي افكتد ديبيندينج اون ذا ديجري اوف اكزيما. التريتمنت اوف ذا كوز طبعا. 20 نيل ديستروفي اوف تشايلد هود كلنا طبعا شفنا حالات بالمنظر ده. It's a self-limiting condition of excess ridging of all the nails that occurs in childhood. Cause is unknown, but may be associated with autoimmune disorders, including alopecia areata. It begins in infancy or childhood and ultimately resolves. It disturbs the all 20 nails. Ridging starts at the cuticle and progresses forward. No specific treatment. في ناس برضو بتستخدم intradermal steroid injection. بس يعني I think ان هو in vain لان احنا by the يعني by the time ال condition will disappear ده ما عرفناش سببها يعني مش psoriasis او lichen او كنت بنعرف سببها من الحاجات التانية الموجودة في الجسم ولا نعرف او بايبسي يعني لو هي خلاص يعني ما فيش قصدي سوري ما فيش cause يعني pathological cause خلاص leave it alone
لو ما فيش اي حاجه انا سبيسيفيك تريتمنت. لو انت لقيت حاجه ثانيه مثلا ليجن ثانيه في الجسم سورايسز او لايكن او خدت لها بايبس وطلعت حاجه ماشي ابتدي عليها على الحاجه دي. الاوريكولايسز قلنا سيبريشن اوف ذا نيل بليد فروم ذا نيل بيد ايتيولوجي مي بي سورايسز اكزيما تينيا كل الحاجات اللي ايه اللي احنا قلناها. Most common type is idiopathic and mostly caused by trauma, mainly in females as they grow their nail long. فبالتالي هي اللي مر برون انها يحصل لها تروما ومعها اوليكولايزز خبطت في حاجه ومربيه ضفيرها او كده. If all nails are involved, if all nails are involved فكر في systemic disorder. Phototoxicity or phototoxic oligolysis is a reaction بين the intense ultraviolet light exposure and photosensitizing drugs. طبعا منها السورالينز اللي احنا كنا بنديها زمان دلوقتي يعني قلت قوي. التتراسايكلين النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز او زي بالذات زي الايه البينوكسيبروفين. يبقى في الدراجز اللي هي ميتروكسيت والميتروكسيت منهم برضه اللي هي ممكن تعمل فوتو سنسيتيفيتي لما تتاخد والعيان يطلع بعديها يبقى اكسبوز لللايت فتره طويله. الليمفاتيك ديسوردرز اوف ذا نيلز يلو نيل سيندروم is a rare but distinctive disorder of retarded nail growth associates lymphatic deficiency and pulmonary abnormalities. Nails fail to grow sufficiently with defective lymphatic drainage. Occasionally lymphedema may be present. Almost always pulmonary abnormalities is present. In particular chronic bronchitis, bronchiectasis and other carcinoma, even carcinoma of the lung. Nails are discolored yellow or yellow green. All nails are affected, no specific treatment. But some tried vitamin E with success. Abnormal circulation ممكن يعمل ايه في النيل؟ Specific nail abnormalities associates poor peripheral circulation زي thinning في النيل plate, sometimes onycholysis, periphery appears cold and bluish طبعا زي اللي بتيجي في الرينوس, affects most of the nails, cause must be treated زي ندي فاز دايليتور زي nicotinic acid derivatives. Local measures to keep the hands warm, including battery heated gloves, may help. النيل تروما ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل ليكونيكيا اللي هي الوايت سبوتس اللي بنشوفها كتير قوي. تبص تلاقي ام جايبه لك طفل كده عنده ليكونيكيا وتقول لك ده نقص كالسيوم. لا خالص دي تروما. مايل تروما وعملت لها ايه الوايت سبوتس دي. النيل بايتنج which is common في الناس اللي عندها التيك بتاعت البايتنج ذا نيلز الناس اللي نيرفوس شويه او الانزايتي بيشنتس فيبقى عنده بيتنج بايتنج سوري للنيل. البيتن تيب طبعا ده يعني بيشجع ظهور الوورتس البري انجوال وورتس والتيك صعب قوي انها تتكسر عموما اي تيك. في بقى طبعا برضو ايه الناس اللي هي بتقعد تدق على الماتريكس باصبعين بص تلاقيه هو طول ما هو قاعد عمال يطبق على الماتريكس كده فده بيعمل برضو يعني ديستراكت ذا نيل بليت لان الماتريكس دي هي اللي بتدي النيل بليت. الفيزيكال انجري بقى موستلي افكتس بيج تو عشان هو ده اللي الواحد بيلبس عليه الشوز وبيبقى ممكن يكون ضيق او بوز او حاجه فيعمل لنا ايه ابدورماليتس. تروماتايزنج باي ويرنج هاي هيلز بوينتد شو في الفيميل which can damage the big toenail particularly in childhood period لما بتلبسه على فترات طويله من وهي صغيره هيحصل طبعا ايه abnormalities في النيل. الهيماتوما احنا لسه متكلمين عليها. الانجروينج toenail ده is a common يعني finding او disease that we find في الكلينكس ان بيتكون ان النيل لما العيان بيجي يقصه ما بيقصوش sharp edged او يعني straight يقصه شويه سيمي سيركلر كده فبيبقى فيه الايدج بتاعته ممكن تقوم لو هو مثلا بيلبس حاجه ضيقه ان باتنج او كده بالذات في البيج تو نيل تقوم داخله انتو ده سوفت تيشو فده هيعمل لنا جرانيليشن تيشو زي اللي احنا شايفينه في الصوره عندنا هنا وده بيحتاج ان احنا من الاول نعمل ديستركشن للجرانيليشن تيشو ده بالالكتروكوتري وممكن نقص الايدج اللي هي البريفرال ايدج دي بالسيزر كده نعملها بيراميدال نقص الحته دي خالص عشان ما تدخلش تاني. اوكي طبعا هتدي له ماسيف انتي بايوتيك للعيان ده الاوزين كده ممكن يبقى فيه كراستيشنز توبيكال او توبيكال سيستميك حسب ما انت شايف. الاوفر كيرفتشر اوف ذا نيل اللي هي بنسميها البنسنر نيل واحد من برضو الكومبليكيشن بتاعت التروما بس ممكن برضو يبقى حاجه كونجنتال. والاونكوسكيزيا ده كومن قوي في الفيميلز اللي بتحب تحط كتير مانيكير وتشيل وبالاسيتون وكده فبيحصل ديستراكشن للنيل بليت زي ما احنا شايفين في البيكتشر الاخرانيه دي.
هنتكلم عن الانفكشنز وهنقسمها الفيرال وبكتيريال وفنجل. الفيرال انفكشنز اللي بتيجي في الاريا دي الهربس سامبلكس اللي هي الهيرباتيك ويت لو والاورف والهيومن بابيلوما فيروس انفكشن ودي اكيد كلنا شفناها. والبكتيريا هنقسمها الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والفانجاي هنقسمها الكانديدا والدرماتوفايتوزس. الفيرال انفكشنز زي ما احنا شايفين البيري انفل بورد او اللي هو كوز باي هيومن بابيلوما فيروس وده التريتمنت بتاعه من اسخف ما يكون. احيانا تقعد نفترايح جاي عليه بالكرايو وبعدين كل شويه يرجع له تاني. ومن الحاجات برضو اللي ريزيستنت للالكترو والكرايو. فمن الحاجات الكويسه اللي طلعت دلوقتي ان احنا بنديله الام ام ار والكلام ده وبيجيب نتيجه كويسه جدا. والفايف اف يو ممكن برضو كان بي يوز. اوكي آه عندنا ده الهيبتيك ويت لو طبعا هتيجي اكتر في الميديكال ستاف والناس اللي هو لا انترا او انترا ماسكر ده وارد وده وارد ممكن انترا ليجن انترا ماسكر الاثنين هيشتغل. بالنسبه للهيرباتيك ويت لو يا جماعه اللي احنا كلنا يعني في الميديكال فيلد بيحصل لنا احيانا بالتعامل مع العيانين او احنا بنلبس العيان ديورينج اكزامينشن هيجي طبعا على الاراوند ذا نيل هيبقى ايه بينفول ريفيمتس فيزيكلز اون او فيزيكلز ريفيمتس بيز وبينفول وبيرن ويت بيرنينج سنسيشن وريكارنت انها تيجي مره وتتكرر تاني. الاورف ده واحد من الباراكوكس فيروس بارو فيروس ده بيجي في الناس اللي هي الهاندينج تشيفز وجولز اللي عندها الانفكشن ده اللي هو بيسموه برده الميركرز وديول بيبقى شكله عامل زي الاي ام لايك تارجيتويد ليجن زي ما احنا شايفين فيه احمر وابيض والسنتر بتاعه بلويش ان كلر ممكن يعمل بوله عاده هو سيلف هيلينج مش محتاج اي تدخل ولا اي حاجه. ممكن نعمله كيوريتنج اذا العيان مضايقه قوي ونحط له انتي بايوتيك يعني حاجه بس ايه سيمتوماتيك تريتمنت. البكتيريا انفكشن هنتكلم عنها الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. الجرام بوزيتيف طبعا الستاب والستيب اكتر حاجات هتعمل لنا الاكيوت بارميكيا والسودومونس اللي احنا شايفينها طبعا هي كاركترستيك بالجرينش ديسكالريشن اوف ذا نيل بينت. بس السودومونس عشان تيجي لازم يكون النيل حصل فيه اي مشكله يعني مثلا ديستراكتد من تو ماتش اميرشن ان ووتر سمثينج لايك ذس لانه مش من الحاجات اللي هي بقى مش من الايه كومن انفكشنز بتيجي في النيل. الكرونيك بارونيكيا از ا كرونيك انفكشن يوجوالي سكندري تو كانديدا اربيكنس that involves the posterior or lateral nail fold of fingernail. Condition is common mostly في females, housewives اللي هم بيتعاملوا كتير في المية أو occupational, الناس اللي برضو ايديها على طول في المية occupationally, permitting opportunistic organisms to enter and flourish in the damp occluded microenvironment under nail fold. Patient may occasionally have diabetes or vaginal candidosis. Gross infection occurs as a part of chronic mucocutaneous candidiasis. May associate polyendocrinopathy زي الهايبرثايرويديزم ده في الكرونيك كوتينيوس كانديدايسيس او الهايبو ادرينوكورتيكاليزم او هايبوثايرويديزم او الاوفيريان فيلير او برنيشيس انيميا. Patient has swelling around the nail and observes that a small bead of pus discharges from time to time and nail may become discolored. There is a red sometimes boggy swelling of posterior and lateral nail fold. The cuticle is absent and there is a pocket or gap present between the nail cuticle and nail plate. لو شفنا الصورة طبعا ده chronic mucocutaneous candidiasis affecting the mucous membrane, the scalp and the nails. بس لو بصينا هنا على النيل بس عشان نبقى ايه شايفين الإديمة او المنظر اللي هي الانلارجمنت اللي حاصل في البري انجوال اريا شايفين السيباريشن اللي بين ذا نيل بليت اند ماتريكس الاريا دي اوكي هو ده كاركترستيك اللي هو كان في صوره ثانيه مش فاكره راحت فين للكرونيك فارنيكيا. مانجمنت طبعا ثرو كونفينسينج ذا بيشنت اوف ذا رول اوف ووتر اند كيبينج هيز هاندز دراي از باي يوزينج جلوفز وده طبعا امبوسيبل مع بعض العيانين يعني. توبيكال ايميدازول اون ذا نيل فوق مش هيعمل حاجه بس ات ويل اد لو احنا ادينا معاه سيستميك ولازم يتحط على الكيوتيكل ما يتحطش تحت النيل. في ناس بتقوم حاطه اللوشن اللي بنديه لها على الاريا اللي هي سب انجوال اريا ده مش صح خالص المفروض هو يتحط في الاريا بتاعت الماتريكس.
If nail plate is discolored, clipping should be taken for mycological examination and sensitivity. طبعا دكتور مصطفى بقى يقول لنا على السبيشيز اللي بتيجي في الاريا دي. هي اكند الكالز هي اهم حاجه فيه. الكالز. It's important to emphasize that bridgiformin is ineffective against candida. Antibiotics are inappropriate unless secondary bacterial infection has supervened and that surgical incision is not indicated. التينيا أنجوم. دكتور مصطفى اتكلمنا عن التينيا فمش هنتكلم عنها تاني. والبيكتشرز دي showing the تينيا of the nail. المانجمنت اوف تينيا أنجوم is important to take generous clippings زي ما دكتور مصطفى قالنا. Of the nail and of the subangual hyperkeratosis of for mycology. Samples need to be soaked in potash. اصل القصه دي احنا انتهينا منها. Topical therapies are not effective, ده المهم ان احنا نعرفه, but may increase the chance for cure if combined with systemic agents. The home message to take is a great belief between dermatologists to regard every abnormality in the nail as fungal in origin and to treat it accordingly. Which is acceptable in one opinion, لأن fungal infections are treatable. However, it's always wise to take clippings and have diagnosis of fungal disorder established in laboratory before commencing potentially toxic and often protracted therapy for your patient. Thank you. نشكر دكتور غادر سليم جدا ودلوقتي مع شركة ماكرون.